علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: وكره لمن يتحلل بفعل عمرة وهو الذي تمكن من البيت وفاته الوقوف بأمر من الأمور إبقاء إحرامه بالحج لقابل من غير تحلل بفعل عمرة إن قارب مكة أو دخلها. أكمل. قال: فالوجه أن يؤخر هذا إلى من حصر عن عرفة، وأما من يتحلل بلا فعل عمرة وهو المحصور عنهما الذي الكلام فيه، فتقدم أن التحلل في حقه أفضل قارب مكة أو دخلها أم لا. وهنا تكلم على مسألة تقدم على الإحصار ثلاثة أنواع: إما أن يكون المحرم محصورا عن الوقوف بعرفة وعن البيت معا، وإما أن يكون محصورا عن الوقوف بعرفة ومتمكنا من البيت، وإما أن يكون قد تحصل على الوقوف بعرفة ومحصورا من البيت. والكلام الآن في النوع الأول، وهو من كان محصورا حصارا كاملا لم يتمكن من الوقوف بعرفة وغير قادر عن غير متمكن من البيت. وهذا يعني تقدم أنه يتحلل بالنية إذا كان منعه العدو أو كان المنع بسبب فتنة قتال بين المسلمين أو كان ممنوعا ظلما ومثلوا له بالمدين الذي لم يثبت يعني فلسه، ويعني عليه أن يثبت أنه غير قادر وغير مليء. وإذا لم يثبت ذلك فإن إذا أثبت ذلك لا يمنع، وإذا منع يكون منعه ظلما، وإذا لم يثبت ذلك فمنعه لا يكون ظلما. وقلنا الأمثلة الحديثة للمعاصرة أن الناس أحيانا يمنعون، يأتون محرمين من بلاد متعددة ويمنعون عن منافذ لا يسمح لهم بالدخول. فإذا كان هو مقصرا في شيء من أهم الأمور المطلوبة منه، أو جاء بعد أن أغلقت المنافذ ومنع الناس من الدخول، فهذا مقصر ومفرط، وليس حكمه حكم من يعني منع ظلما بحيث أخذ بالأسباب كلها وأخذ التأشيرات وتوفرت فيه الشروط للدخول، ولكن منعه ظلما لأمور سياسية لا توافق هوى المسؤولين في ذلك البلد. فإذا هذا إذا منع يكون محصورا ظلما مثل المدين اللي هو أثبت أنه غير قادر ومع ذلك يعني منعوه من الدخول. فالقسم الأول هذا إذا كان محصورا ظلما ومنعه أو منعه عدو وغير ذلك، فالحكم فيه أنه يتحلل بالنية كما تقدم، لأن هذا ما لا يمكنه أن يتحلل بعمرة، بل مجرد النية تكفي، مثل ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عندما منعوا من البيت يتحللوا بالنية.
ومن معه هدي ذبح هديه. وهنا ذكر مسألة قال كان ينبغي أن يؤخرها لأن هذا ليس هو مكانها، لأن القسم اللي يتكلم فيه من الإحصار هو الإحصار عن البيت وعن الوقوف بعرفة. وذكر مسألة قال إذا كان الإنسان يعني قريبا من البيت أو تمكن من البيت وقلنا هو مطالب بأن يتحلل بعمرة ودخل وقت الحج بحيث أن دخل أشهر الحج، قال ينبغي له ألا يتحلل ليسارة الأمر في انتظاره. لماذا هو المحصر يطلب منه اللي هو يعني محصر عن الوقوف بعرفة ومتمكن من البيت يطلب منه أن يتحلل بعمرة؟ لمشقة الانتظار عليه، لأنه إذا انتظر محرما لا يأمن أن يفسد حجه بالنساء ولا بالصيد لمدة طويلة وقد لا يصبر على ذلك. لكن لو هو متمكن من البيت ودخلت أشهر الحج فصار الخطو يسيرا، ما عادش ينبغي له أن يتحلل بعمرة، بل ينبغي له أن يستمر على إحرامه بحيث أنه يتمم حجه الأول الذي صد ومنع منه. وإذا قال هذه المسألة بعد ما بين حكمها وأنه مطلوب منا أن يتحلل بعمره، ولكن إذا دخل وقت الحج ينبغي له أن يبقى على إحرامه ولا يتحلل ليسارة الأمر. ثم عقب الشارح وقال كان على المصنف ألا يذكر هذه المسألة هنا، لأن نحن نتكلم على من أحصر من عن الوقوف عن البيت، وهذا التفصيل اللي ذكره هذا يتأتى في القسم الثاني اللي بعد هذا، ومن أحصر عن الوقوف وهو متمكن من البيت كان ينبغي له أن يذكرها هناك. هذا اعتراض الشارح. نعم. قال ولا يتحلل بفعل عمرة إن استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى دخل وقته أي الإحرام من العام القابل ليسارة ما بقي. يرتكب المكروه يعني بقاؤه محرما مكروه، يعني هذا حكم، هذا معنى يعني يرتكب المكروه. قلنا ليش لماذا بقاؤه محرما مكروه؟ لأنه يشق عليه وقد يعرض حرمه للفساد ارتكاب المحظورات لأن مدة طويلة، فينبغي له أن يتحلل، فبقاؤه على إحرامه مكروه. لكن إذا ارتكب المكروه وبقي على إحرامه واقترب وقت الحج فلا ينبغي له أن يتحلل. نعم. قال وإلا بأن خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقته وأحرم بالحج فثالثها أي الأقوال يمضي تحلله وهو متمتع، فعليه دم لتحلله بتمتعه. وإلا خالف ما طلبنا منه، احنا قلنا له إذا اقترب وقت الحج ينبغي لك ألا تتحلل، طلبنا منك في الأول التحليل الصحيح وقلنا لك مكروه أنك تبقى على إحرامك، لكن إذا استمريت على إحرامك وارتكبت المكروه حتى اقترب وقت الحج فلا ينبغي لك أن تتحلل. ثم باي طيب عرفنا أنه منهي عن التحلل إذا اقترب وقت الحج، ما العمل له ارتكب هذا المحظور اللي نحن عليه وقلنا له أنت ما تتحللش؟ هو تحلل وإلا، يعني وإلا بأن تحلل وخالف ما طلبناه منه، فهل تحلله هذا يمضي أو لا يمضي؟ زي طريقة المصنف في اختصاره للأقوال، اختصار يعني في غاية الاختصار، قال فثالثها يعني ثالث الأقوال، فلما يقول فثالثها معناه يشير إلى أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، اكتفى بالثالث فقط لأن فيه التفصيل، ومقابل الثالث يكونان قولان متعارضان مختلفان. يعني لما يقول فثالثها يمضي ويكون متمتعا
معناه في قولين، في هناك قولان آخران، أحدهما يقول يمضي مطلقا ولا يكون متمتعا، والآخر يقول لا يمضي. ومعنى لا يمضي معناه مستمر على إحرامه وحجه الأول. فلما قال فثالثها متمتع يكون متمتعا، معناه أن هناك قول يقول أنه لا يمضي تحلله لا يمضي، وهناك قول يقول تحلله يمضي ولا يكون متمتعا، والثالث أن تحلله يمضي ويكون متمتعا. والقول الذي يقول تحلله لا يمضي ما وجهه؟ وجهه واضح، لأنه هو محرم بحج، ولما قلوا يتحلل بعمرة هذا كأننا قلنا لا، أنت لك أن تردف العمرة على الحج، وهذا لا يقول النبي لا في العمرة الحج وتحول الحج إلى عمرة. هذا عند الملكية وربما عند الجمهور أنه أذن به لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان خاصا بهم لفسخ الحج في العمرة، يعني هذا ما هوش يعني باقي يعني شريعة بعد ذلك، وكان في ذلك الوقت لأمر وهو إبطال ما كان عليه الجاهلية أنهم لا يقوم بذلك ويعدون هذا من أكبر الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ما كان عليه الجاهلية، أبطله بالسنة الفعلية العملية، ففسخ حجهم إلى عمرة. لكن مع ذلك أكثر العلماء لا يقولون به، ربما الحنابلة لا يزالون يقولون به، لكن بعض العلماء المالكية يقول لا يكون من أحرم بالحج لا يمكن أن يتحول إلى عمرة، ما يستطيعش. حتى عندما تكلموا على القران قالوا تردف الحج على العمرة، لكن لا تردف العمرة على الحج، إذا أحرمت بحج تستطيع أن تردف عليه عمرة وتكون قارنا، لكن إذا أحرمت بعمرة فلا تستطيع أن تردف عليه حجا، بل عليك إذا أردت الحج أن تتحلل منها وتحرم مع ذلك بالحج وتكون متمتعا. فهذه المسألة ماضية على نفس النسق وعلى نفس الحكم، وتقدم أنه يعني العمرة بعد الحج يعني لغو، لو إنسان لو العمرة تبع نحرم الحج فعمرته لغو لا يعتد بهذه النية. هذا هو السبب، فأنهم قالوا لا يمضي تحلل، لو تحلل احنا أمرناه ومحرم بالحج واقترب وقت الحج الآخر ومنع من عرفة، فيعني كان عليه أن يبقى، وإذا تحلل قالوا لا يمضي تحلله، لأن العمرة لا ترتدف على الحج، وهو مبني على أن الدوام ليس كالابتداء، يعني مبني على الدوام كالابتداء، يعني الممنوع هو أنك تبتدئ العمرة وتضيف على الحج، هذا هو الممنوع، لكن أنك أنت العمرة نفس الحج نفسه ويتحول إلى عمرة يستمر لحرامك الأول نفسه يستمر وتقول هو ممنوع، هذا مبني على قاعدة أن الدوام كالابتداء، أنت لم تنشئ عمرة جديدة، فأنت مستمر على إحرامك الأول وتريد أن تحوله إلى عمرة، فقالوا هذا لا يجوز، وهو مبني على قاعدة أن الدوام هو كالابتداء، لدوامك إحرامك هذا واستمرك عليه وتحويله إلى عمرة حتى إنك لم تنشئ، وإن كنت لم تنشئ عمرة جديدة فإن الدوام كالابتداء، وما دام الابتداء العمرة على الحج ممنوع فكذلك هذا، فإن الدوام كالابتداء، مبني على هذه القاعدة، يعني إذا كنت أنت محرم بحج واقترب وقت الحج لا تتحلل، وإذا تحللت لا يمضي تحللك، لأنك تضيف عمرة إلى الحج والعمر لا تضاف إلى الحج، وهو مبني على قاعدة أن الدوام كالابتداء، فكأنك أنشأت، معناك أنت لم تنشئ عمرة في واقع الأمر، وإنما يعني حرامك الأول حولته إلى عمرة، لكن قالوا هذا يعد كالإنشاء، يعني دوامك على هذا الإحرام وتحويله إلى عمرة يعد كأنك ابتدأت عمرة، مبني على قاعدة أن الدوام كالابتداء. هذا القول الذي يقول لا يمضي تحلله، والقول الآخر يقول يمضي تحلله ولا يكون متمتعا، وهذا مبني على قاعدة أن الدوام يعني ليس كالابتداء،
أن الدوام ليس كالابتداء، يعني إنشاء تحويل الإحرام الأول إلى عمرة هذا دوام، وفي الواقع ليس كإنشاء عمرة جديدة، فالدوام فيه ليس كالابتداء، وإذا تحللت يمضي تحللك، لكنهم يقولوا يمضي وبئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يفعل وما ينبغي له أن يتحلل، وكان عليه أن يبقى محرما للعام هذا الذي هو قابل. والقول الثالث أنه يمضي تحلله، وهو مبني على نفس القاعدة الأولى أن الدوام ليس كالابتداء، ولكن أضافوا إليه أنه يصير متمتعا. اللي قال ما يصيرش متمتعا قال لأنه في الواقع يعني لم يفسخ، يعني لم يعني ينتهي من عمره ويدخل في حج. والقول الثاني قالوا يمضي وليس بمتمتع، شنو ليش ما يكونش متمتع؟ قال له انه في الواقع انتهى من حج الى حج، والتمتع يكون بعد ان يكمل الانسان عمره يدخل في حج، وهذا لم يكمل عمره، لانه في الواقع استمرار لاحرامه الاول بالحج، والعمره التي اتى بها ليست هي يعني فيها نية إحرام ولا إنشاء إحرام ولا شيء، فهو في الواقع أتم حجا كأنه تخلص من حج ودخل في حج آخر، ومن انتهى من حج ودخل في حج لا يكون متمتعا، لأن التمتع أن تأتي بعمرة في أشهر الحج وتتحلل منها ثم تأتي بحج. ومن قال إنه يعد متمتعا قالوا لأنه وإن كان في أول الأمر هو أحرى بعمرة، لكن هذه العمرة بعد ذلك أي نوى بها هذا الإحرام الأول هو حج في أول الأمر، لكنه لما نوى به العمرة ليتحلل من الحج فكان من حيث الجملة هو عمرة، ومادام تم سميناه عمرة ولو من حيث الجملة ودخل بعد ذلك في حج فإنه يكون متمتعا ويلزمه هدي. نعم. قال فثالثها أي الأقوال يمضي تحلله وهو متمتع فعليه دم لتحلله بتمتعه، وأولها يمضي وبئس ما صنع ولا يكون متمتعا، لأن المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا من حج إلى حج، أي لأن عمرته كلا عمرة إذ شرطها الإحرام وهو مفقود هنا. وثانيها لا يمضي وهو باق على إحرامه بناء على أن الدوام كالإنشاء. قال ولا يسقط عنه أي عن المحصر الذي تحلل بنحر هديه وحلقه أو بفعل عمرة الفرض المتعلق بذمته من حجة إسلام أو نذر مضمون أو عمرة إسلام. يعني هذا اللي أحصر عن المنع من الوقوف بعرفة ومنع من الطواف الإفاضة من طواف بالبيت، وقلنا إنه يتحلل، وإلا تحلل بعمرة استمكن من بيت وتحلل بعمرة، قالوا هذا الإحرام إذا كان إحراما بحج لا يسقط عنه حجة الإسلام لأنه لم يتم، وكذلك كانت هي عمرة الإسلام لا تسقط عنه عمرة الإسلام فيعتبر كأنه لم يعتمر وكأنه لم يحج، وعليه في ذمته باقي في ذمته إذا كان هو نذر مضمون يجب عليه أن يوفي به، وإذا كان هو حجة إسلام يجب عليه أن يأتي بها، وإذا كان هو نذر معين خلاص يسقط عنه، لأن النذر المعين ينتهي بوقته، إذا كان سنذر نذر معين أنه يحج في هذا العام عام 39 وأحصر ومنع وحصل لما حصل لكلام اللي كنا نتكلم عنه، فلا يجب عليه بعد ذلك يسقط عنه هذا النذر يسقط عنه، ولا يجب عليه أن يأتي به بعد ذلك. لو كان هو نذر مضمون يعني مضمون في ذمته ما عيناش بهذا العام، قال لا علي أنا حجة يعني في أي وقت في أي عام وأحصر في هذا العام فباقي وفي ذمته، يعني ما يعدش هذا عذر، قد يقول هو يعني ما ذنبي يعني تحملت وصرفت وتحملت المشاق وسافرت وتكبدت إلى آخره فقد أديت ما علي، وقال له لا ما دام هذا النذر مضمون، النذر المضمون معناه أن تحج حجا كاملا وأنت لم تحج حجا كاملا،
فما زال هو في ذمتك يجب عليك أن تأتي به في عام آخر. ومثله يعني إذا كان هو حج ضرورة لابد أن تأتي به ولا يسقط عنك بالإحصار وبالمنع. نعم. قال: ولم يفسد إحرامه بوطئ حصل منه قبل تحلله إن لم ينوي البقاء على إحرامه بأن نوى عدمه أو لا نية له، لكن الراجح أن من لا نية له كمن نوى البقاء لأنه محرم، والأصل بقاء ما كان على ما كان فيفسد إحرامه، فلو قال إن نوى التحلل كان أحسن. يعني أضاف في مسألة أخرى، قال: هذا الذي أحصر ومنع، هل لو أفسد إحرامه بجماع في الأثناء، يعني أحصر من الوقوف وقبل لا ينوي التحلل بالنية وقبل لا يتحلل منا بعمرة أفسد، يعني هل يعد هذا الفساد يعتد به لهذا النسك اللي هو أحصر عنه؟ ومعنى يعتد بالإفساد معناها يجب عليه أن يصبر ويتمه فاسدا ويجب عليه قضاؤه ولا يسقط عنه حجة الإسلام ويترتب عليه هذه المسائل كلها. قال: لا، إذا كان هو أحصر ومنع من الوقوف بعرفة ومنع من الحج وحصل له يعني فساد لهذا الإحرام، فهذا الفساد لا يعتد به ولا يؤثر ولا يعد يعني حجه فاسدا، وإنما يعد ممن فاته الحج، لأن هناك في يعني مسألتان يعني أحيانا تجتمعان وأحيانا يكون واحدة دون الأخرى، في فساد وفي فوات. من فاته الحج هذا يعني بإحصار ولا بغيره هذا اللي نتكلم فيه، ومن أفسد الحج ما فاتاش الحج، حصل الوقوف بعرفة وحصل طواف وحصل كل شيء متمكن منه ولكن أفسده بجماع قبل الوقوف بعرفة مثلا، هذا له حكم آخر يجب عليه أن يتمه فاسدا ولا يعتد به ويجب عليه أن يقضيه. فمن فاته الحج بإحصار وحصل له جماع هل يفسد حجه ويسمى حجه فاسدا؟ لا، قال: لا يسمى حجه فاسدا ما دام هو نوى أنه يتخلص منه. أما إذا نوى إبقاءه، نوى الاستمرار عليه والانتظار إلى أن يفرج الأمر ويخلى بينه وبين البيت، إذا نوى البقاء وحصل منه جماع فإنه يفسد. فلا، إذا نوى التخلص منه والتحلل منه إما بالنية وإما بالطواف والعمرة فهذا حتى لو حصل منه جماع لا يفسد حجه، لكن لو نوى البقاء عليه فإنه يفسد حجه. وكذلك يلحق به إذا لم ينوي شيئا، ما عندهش نية، لأنه يبقى عليه على إحرامه ولا أن يتحلل منه وحصل منه جماع. قالوا: هذا أيضا الراجح أن حجه وإحرامه يفسد، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى ولو لم ينوي البقاء فالبقاء موجود، لأن البقاء الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأن الأصل له محرم فيسمى مستمر، إحرامه مستمر حتى ولو لم ينوي. فلا يعني يرفع عنه وصف الفساد بالجماع إلا إذا نوى التخلص من الإحرام، إلا إذا نوى التحلل منه، إما نوى التحلل بالنية وإلا نوى التحلل بالطواف بالعمرة. إذا نوى ذلك حتى لو حصل منه بعد ذلك جماع قبل أن يتم الطواف ولا فكذا فلا يفسد حجه، ما يسماش فاسدا. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. قال: ثم شرع في بيان القسم الثاني من الموانع بقوله: وإن وقف بعرفة وحصر عن البيت لمرض أو عدو أو حبس ولو بحق فحجه تم، لأن الحج عرفه، فالمراد أنه أدركه،
إذ الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل، ولم يبق عليه إلا الإفاضة التي يصح الإتيان بها في أي وقت من الزمان، فيبقى محرما ولو أقام سنين، ولا يحل إلا بالإفاضة أي طوافها. هذا النوع الثاني، النوع الأول من الإحصار، من أحصر ومنع من الوقوف بعرفة ومن البيت انتهى منه. تكلم بعد ذلك على نوع آخر من الإحصار، إحصار عن البيت فقط، ولكن صاحبه متمكن من الوقوف بعرفة. قالوا خلاص ما دام أنت حصلت على الوقوف بعرفة حصلت الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، يعني من أدرك الناس في ليلة العاشر من ذي الحجة لحظة تلك الليلة من بعد المغرب ما بين المغرب إلى الفجر، يعني هذا مراد به يعني إدراك عرفة عند المالكية، هو إدراك جزء من الليل من المغرب إلى الفجر وليس إدراك النهار. النهار عندهم ليس ركنا وإنما هو واجب، لو تركه الآن لو المحرم أو المحرم بالحج لو تخلف عن الوقوف بعرفة نهارا وأتى ليلا بعد المغرب فقد تحصل على الحج عندهم، والذي فاته هو واجب ينجبر بالدم يعطي هدي وحجه صحيح. وعند غير المالكية الوقوف بعرفة يعني ركن يكفي من النهار، أي جزء من النهار أو أي جزء من الليل، من وقف بعرفة جزء من الليل وجزء من النهار فقد تحصل على الحج. فالغرض أن هذا المحصر هو تحصل على الوقوف بعرفة ولكن منع من البيت، فهذا يقال له أنت الآن يعني حجك قد تحصلت عليه وتمكنت منه وبقيت لك بعض الأعمال، هذه عليك أن تأتي بها وهي في ذمتك وليس لها وقت محدد، متى ما أتيت بها وتمكنت منها سقط الواجب عنك، فهي تبقى في عنقك وتبقى في ذمتك. يعني من وقف بعرفة ومنع مثلا من البيت يقال له إذا أنت استطعت أن تأتي به قبل أن يأتي شهر ذي الحجة فلا شيء عليك وتمام حجك انتهى، وكذلك السعي مثله إذا كان السعي حتى ولم يسعى، وإذا كان ما تمكنتش به حتى انتهى شهر ذي الحجة فأنت تستطيع به أن تأتي به ولو بعد عامين ولو بعد ثلاثة ولو بعد 10 سنين تستطيع أن تأتي به، ويلزمك هدي على هذا التأخير وحجك يكون كاملا. فالإحصار على البيت أمره خفيف، ربما في مشقة صحيحة على المحصر لأنه يبقى هو يعني مرهون بهذه المسائل كلها ولا يزال محرما، لكنهم خففوا عنه قالوا لو ارتكب كل المحظورات بعد ذلك فيلزمه هدي واحد، يعني يلزمه هدي واحد، ومثلا يعني هو حصل الوقوف بعرفة ومنع من الطواف ومنع من السعي ومنع من النزول بالمزدلفة ومنع من منى ومنع، يعني لم يتحصل على الوقوف بعرفة خلاص انتهى الأمر. قالوا هذه الأشياء كلها الواجبات الأخرى كلها ما يلزمش فيها إلا هدي واحد بس فقط، ما يلزمش مثلا في الرمي يعني هدي، وفي المبيت بمنى هدي، وفي النزول بالمزدلفة هدي، وفي كذا هدي، لا يلزمه هدي واحد لكل الواجبات الأخرى، والطواف والسعي يبقى في عنقه متى ما تمكن منه يجب عليه أن يأتي به، ويلزمه على تأخيره بعد الحجة يلزمه هدي. نعم. قال وعليه للرمي ومبيت ليالي منى ونزول مزدلفة لحصر عما ذكره هدي واحد كنسيان الجميع، أي جميع ما تقدم، بل ولو تعمد ترك النسيان حتى هو حكم مثل هذه المسألة، أضاف مسألة أخرى لأنه يعني النوازل في هذا الشرح ما شاء الله كثيرة، يعني كل سطر يأتيك به بفائدة جديدة وحكم جديد. يعني قال لك هذا ليحصر الآن ويمنع من منى ومن مزدلفة ومن الرمي وكذا يلزمه هدي واحد، وأضاف له مسألة أخرى قال لك لو واحد يعني موش محصر ونسي النزول بمزدلفة ولا نسي الرمي ولا نسي كذا، الأشياء هذه كلها ما دام تركها نسيان
يلزم فيها هدي واحد في النسيان، وفي العمد وكذلك في العمد، في العمد فيها خلاف بين أشهب وابن القاسم. ابن القاسم يقول يلزم هدي واحد، وأشهب يقول يلزم كل يعني واجب من بكل واجب منها يلزمه هدي. نعم، قال هدي واحد كنسيان الجميع أي جميع ما تقدم، بل ولو تعمد تركها فهدي واحد عند ابن القاسم. وذكر المانع الثالث بقوله وإن تمكن من البيت وحصر بأمر من الأمور الثلاثة عن الإفاضة يعني عرفة، ولو عبر به كان أخصر وأظهر، أو فاته الوقوف بغير أو فاته الوقوف بغير أي غير ما مر من العدو وما معه كمرض أو خطأ أو خطأ عدد أو حبس بحق لم يحل في ذلك كله إلا بفعل عمرة إن شاء التحلل. على ذكر ابن القاسم قبل أن ندخل مرتين، ذكر قول ابن القاسم في لو ترك هذه الواجبات عمدا يلزم هدي واحد. المسألة السابقة ذكر أنه المحرم إذا يعني قرب وقت الإحرام الثاني أنه هو في الأصل مطلوب بالتحلل، مطلوب من التحلل، وكذا إذا قرب وقت الإحرام الثاني فينبغي أن يستمر ولا يجوز له أن يتحلل. وقال فإن تحلل فثالثها يمضي تحلله. يعني قالوا هذه المسألة الوحيدة والكلام الأقوال هذه الثلاثة، المسألة فيها ثلاثة أقوال لابن القاسم، قيل يمضي تحلله وقيل يمضي تحلله وقيل يمضي تحلله ويكون معتمرا. قالوا هذه المسألة الوحيدة في المدونة، مدونة الإمام مالك من أولها إلى آخرها، هل ابن القاسم عنده فيها في مسألة واحدة ثلاثة أقوال ما في غيرها؟ قال الإمام مالك عنده في كثير من المسائل في مسألة واحدة ثلاثة أقوال وحتى أكثر من ذلك، لكن ابن القاسم ليس، وفي المدونة مسألة تردد فيها في ثلاثة أقوال إلا في هذه المسألة. ثم انتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من الإحصار، وهو أن المحصر يعني فاته الوقوف بعرفة، إما فاته فوات يعني فوات شكل، والإحصار شكل. الإحصار معناه منعه عدو، والإحصار منع ظلما، لما قلنا جاي موتي أموره وموفر الشروط وكلها متوفرة وجاي في الوقت المناسب وكذا، وذلك منعه لهوى ولتوجه سياسي أو لغير ذلك. يعني المسألة العبادة أصبحت يعني متحكم فيها، ليست مثل الأول كل من يريد الحج يحج، بل يؤذن لمن يشاء من هم يعني مالكون لأمر الحرم، ويأذنون لمن يشاءون ويمنعون من يشاءون. فإذا كان هو يعني حصر ظلما أو كان ممنوعا بسبب عدو منعه من ذلك فهذا يسمى محصر، يسمى محصر. لكن لو كان يعني هو ما استطاعش ما تمكنش من الوقوف بعرفة، إما لخطأ في الطريق وإلا لخطأ في الوقت، يعني وقف الناس في اليوم الثامن وظنوه اليوم التاسع، وإلا لمرض، وإلا أحصر بغير وجه بوجه حق، أحصر بوجه حق، هذا ما يسمى محصر، هذا يسمى فاته، يسمى فوات. فالمسألة تاني يعني منهم من أجل حكمهما واحدا، سواء كان عرفة فاتت اللي حصل من عدم وقوف بعرفة هو فوات وإلا إحصار، الحكم هناك من يجعل الحكم واحدا ويقول ما دام هو فاته الوقوف بعرفة ولا أحصر عن الوقوف بعرفة فهذا وهو متمكن من البيت عليه أن يتحلل بعمرة ويتخلص من إحرامه بعمرة. هذا هو الذي يعني الآن يذكره. وهناك من يفرق ويقول اللي فاته الحج بسبب مرض ولا بسبب تفريط منه ينبغي له أن يبقى محرما
لأنه هو مقصر وعنده يد في هذه المسألة وما هوش مظلوم، وعليه أن يبقى محرما إلى أن يتمكن من الوقوف بعرفة ليتم إحرامه الأول، ولا على الوجه الأول أقرب لأنه أخف يعني على الناس، والبقاء محرما أحيانا عاما كاملا فيه مشقة شديدة على الناس. نعم. قال: ولما كان فعل العمرة يوهم أنه يجدد إحراما رفعه بقوله بلا تجديد إحرام بالمعنى السابق. يعني لما قلنا يحرم بعمرة يعني يتحلل بعمرة، لما قلنا من فاته الوقوف بعرفة وأحصر الوقوف بعرفة يعني يتحلل بعمرة، قد يتوهم أنه ينوي إحرام بعمرة جديدة، قال لا، بغير تجديد نية، مجرد أنه إحرامه أن إحرامه الأول يستمر عليه وينوي بطوافه، يطوف طواف عمرة ويسعى سعي عمرة ويصن له أن يحلق، وينوي بهذا الطواف وهذا العمل ينوي به التحلل فقط، ليس معنى أنه يبدأ يمشي للميقات ولا يحرم بعمرة وينشي إنشاء عمرة جديدة، لأنه قلنا ممنوع، هو محرم بالحج لا يستطيع أن يعني يحرم يضيف ويردف عليه عمرة، العمرة يقولنا هي أضعف من الحج فلا يردف الضعيف على القوي عندهم، فإذا هو يجعل حرامه الأول بالحج يجعله ينوي بطوافه يطوف ويسعى، وينوي بالطواف والسعي ينوي به العمرة، هذا وما ينبغي أن يفعله. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. قال: بلا تجديد إحرام بالمعنى السابق، وإلا فلا بد من نية التحلل بها، فيطوف ويسعى ويحلق بنية التحلل ويكفيه الإحرام السابق. نعم. قال: وكان حقه أن يأتي بقوله المتقدم وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها هنا، فإن هذا محله. أيوة، هذا هو المكان لبكر الاعتراض ذكر بعض اللي ذكره سابقا، أن من يعني قرب من أمرناه بالتحلل ولم يتحلل حتى قرب وقت الإحرام بالحج، وقلنا عليه ألا يتحلل ويبقى، قال هذا محله، كان ينبغي نذكر تلك المسألة هنا لأن هذا هو محله، هذا هو محلها، لأن المسألة الأولى ما فيهاش تحلل لأنه ممنوع من الطواف وممنوع من البيت وممنوع من الوقوف، وما فيهاش فرصة لأنه يتحلل بعمرة، يعني يتحلل بالنية، أما هنا فإنه يتحلل بالعمرة لأنه منع يعني من الوقوف بعرفة ومتمكن من البيت، فهذا نقول لا ينبغي لك أن لا تبقى على إحرامك لئلا يطول عليك الوقت وتتعرض للمشقة وتتعرض للنساء وتتعرض للصيد، هذا هو المطلوب منك، لكن لو أنت خالفت واستمريت على إحرامك حتى قرب وقت الإحرام الثاني للحج فكان ينبغي نذكر المسألة هنا، ينبغي لك أن تستمر على إحرامك ولا تتحلل، قال كان المسألة اللي ذكر هناك كان هذا هو محلها. نعم. قال: ولا يكفي قدومه أي طواف قدومه وسعيه بعده عن طواف العمرة وسعيها التي طلب بها للإحلال بعد الفوات. التي طلب بها يعني قد يقول أني علاش قلت لي تحلل وعمل طواف وعمل سعي لفات الوقوف بعرفة، وقلنا له متمكن من البيت، قلنا له طوف واسعى وانوي بالطواف السعي التحلل باش تتخلص من الإحرام الأول، يقول أنتم علاش تطلبوني أن طوف واسعى، يعني ماني طوفت وسعيت،
أني أول ما جيت طوف طواف القدوم وسعيت بعده وعملت الطواف السعي ومنعت من الوقوف بعرفة، وهذا أمر لا يد لي فيه ولا قدرة لي عليه، والآن نبي نتحلل، فلماذا تطلبوا مني أن طوف طواف آخر ونسعى سعي آخر؟ هل يكفيني طواف القدوم اللي طوفته في الأول والسعي سعته في الأول؟ قال له لا لا يكفيه. لماذا لا يكفيه؟ للنية، لأن الأول يعني طاف بنية طواف القدوم، والسعي سعى نوى به سعي الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. نقول لك أن نبوك الطوف طواف تحلل وتسعى سعي تحلل لا طواف قدوم، فالسبب أنه لا يكفيك لاختلاف النية. قال: وحبس من فاته الوقوف ندبا هديه معه ليأخذه معه لينحره بمكة إذا تحلل بالعمرة إن لم يخف عليه من عطبه عنده ولو أمكن إرساله، فإن خاف عليه بعثه إن أمكن. وهذا في المريض ومن في حكمه كمن حبس بحق ولم يصل مكة. إذا كان واحد عنده هدي معاه ومنع من الوقوف بعرفة ويبي يبقى وحبس بحيث أنه يستمر بيبقى إلى أن يلحق الموسم الآخر، كان مثلا هو قلنا قرب وقت الموسم الآخر من هذه المسألة ذكرت سابقا وكان حقا أن تذكر هنا، يجب ربطها بالمسألة هذه الجزئية هذه هنا. يعني واحد فات الوقوف بعرفة وقلنا له أنت عليك أن تتحلل بعمرة، هو لم يتحلل بعمرة وبقي محرما حتى قرب وقت الحج، نقول أنت ما دام قرب وقت الحج ودخلت أشهر الحج لا ينبغي لك أن تتحلل وتستمر بحيث يعني تدرك الحج القابل هذا. طيب قول لو كان هو عنده معاه هدي، هذا الشخص قال يحبس الهدي متاع معاه، وإذا ما خافش عليه يعطب ولا يطرى له شيء ولا يعني يخسره ولا يضيع منه، ينبغي أن يحبسه معه حتى يبلغ الهدي محله وهو مكة بعد الوقوف بعرفة في أيام منى، ويذبح في أول يوم ولا في منى ولا بعد ذلك في مكة ولا كذا. هذا هو المطلوب منه، إذا كان معه هدي يجب عليه أن يحبسه معه ما دام هو حبس نفسه إلى القابل. لكن إذا كان خاف عليه من العطب ولا خاف عليه يضيع وإلا لا يسمح له بصحبته معه، فله أن يرسله مع أي شخص أو بأي صورة من الصور يرسله ويذبح في مكة. نعم. قال: ولم يجزه أي من فاته الوقوف هدي قلده أو أشعره قبل الفوات عن هدي فوات للحج، سواء بعثه إلى مكة أو أبقاه حتى أخذه معه، لأنه بالتقليد والإشعار وجب لغير الفوات، فلا يجزي عن الفوات، بل عليه هدي آخر للفوات. معروف أن الفوات يعني يوجب الهدي، من فاته الحج فات الوقوف بعرفة وتحلل ولا لم يتحلل وبقي إلى عام قابل وتم حجه، الفوات هذا يعني فيه نقص وفيه يعني قصور في إحرامه. القصور هذا بماذا يجبر؟ يجبر بالهدي، فالفوات يترتب عليه هدي، كمان الفساد أيضا يترتب عليه الهدي ويترتب عليه القضاء. فشخص قال وفاته الحج فاته الوقوف بعرفة وقالوا له الفوات هذا يعني يوجب هديا، وهو معه هدي جايبه من الأول، جايب هدي معه تطوع وإلا يعني بأي صورة من الصور وقلده وأشعره ومتطوع به، وبعدين لما فاته الحج قال أنتم تبوا تقول تبوني نعطي هدي، يعني جايب هدي معي أو قلدته وأشعرته وهو جاهز
خلاص يعني أذبحه ويكفيني. قالوا له: لا، هذا لا يكفيك، هذا أتيت به وقد قلدته وأشعرته، التقليد والإشعار هذا عينه، لا يجوز لك بعد ذلك أن تصرفه إلى شيء آخر. قاعدة أن الهدي إذا قلد وأشعر لا يجوز صرفه إلى غير ما هو له، ما لا يجوز الإنسان بعد ذلك أن يندم عليه ولا ينوي تملكه ولا يبيعه ولا يصرف إلى نية أخرى. أنت قلدته لماذا؟ قلدته صدق، قلدته صدقة لله ونذر للمساكين أو متطوع بها وغير ذلك، خلاص يمضي على هذا التقليد، لا يجوز لك تغييره إلى شيء آخر. ولذلك عندما فاتك الحج يجب عليك أن تأتي بهدي آخر، وهدي الأول أتيت به فات تدارك النية فيه، لأن النية سبقت وقلد وأشعر فتعين للمساكين أو للجهة اللي أنت قلدته لأجلها، فلا يكفيك عن يعني هدي الفوات. نعم. قال: وخرج وجوبا كل من فاته الحج وتمكن من البيت وأراد التحلل بعمرة للحل ويلبي منه من غير إنشاء إحرام، إن أحرم بحجة أولا بحرم أو أردف الحج فيه ليجمع في إحرامه لتحلله بين الحل والحرم ويقضي حجه في العام القابل. يعني هذا اللي فاته الحج وقلنا له عليك أن تتحلل منه بعمرة، قالوا إذا كان حجه الأول الذي أخسر فيه وإلا فاته أحرم فيه من الحل، مثل واحد من أهل مكة مش من الأفاق، أهل مكة يحرمون من بيوتهم، وإلا شخص متمتع من الأفاق أفاقي ومتمتع، وبعد ما انتهى من العمرة في أشهر الحج أراد أن يحرم بالحج، فهذا يحرم أيضا من مكة ويحرم من المسجد الحرام. فإذا كان هذا هو نوع الحج الذي أحصر فيه أو فاته، بمعنى أن صاحبه أحرم فيه من الحرم أو أردف أو كان متمتعا فيه، يعني كان هو محرم الحرم لأنه من أهل مكة وكان أفاقيا ونوى الإحرام بالحج فيه بعد أن تخلص من العمرة وأحرم من الحرم ليس من الميقات، ثم بعد ذلك أحصر أو فاته الحج، يقول له ينبغي ويجب عليه أنه إذا أراد التحلل بعمرة من هذا الحج الذي أحصر فيه أو منع منه أو فاته عليه أن يخرج إلى الحل. يعني القاعدة يكاد يكون متفق عليها أن كل إحرام لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم. إذا أحرم إنسان من الميقات من الحل خلاص، إذن بعد ذلك يتم يصح له أن يطوف ويسعى ويكمل عمرته ويكمل حجة، ويعني توفرت الشروط والأركان وجمع بين الحل والحرم. وإذا أحرم الإنسان من بالحج من الحرم لأنه من أهل مكة فإنه سيجمع بين الحل والحرم عندما يخرج إلى عرفة في الوقوف بعرفة لأنها من الحل، فكل إحرام لابد فيه من القاعدة أن يجمع فيه بين الحل والحرم. أما من أحرم بعمرة من داخل الحرم ولا أحرم بحج من داخل الحرم فهذا لا ينبغي له ولا يجوز له أن يكمل حجه ولا عمرته ولا يطوف ولا يسعى إلا بعد أن يخرج إلى الحل. فمثلا من أحرم بالعمرة من داخل مكة ينعقد إحرامه، لكن لو طاف وسعى طوافه وسعيه باطل لا يقبل منه، بل عليه لابد أن يخرج إلى الحل. وإذاك الناس يبي يعملوا عمرة لأن يخرجون إلى مساجد السيدة عائشة للتنعيم لأنه أقرب نقطة يعني من الحل في الحل إلى الحرم يعني. فلا بد يعني كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم. وإذلك هذا الذي أحصر وإلا فاته الحج ومطلوب منا أن يتحلل بعمرة، إذا كان إحرامه الأول كان من الحرم، ينبغي لو عندما يريد أن يتحلل بعمرة أن يخرج إلى الحل وهناك يلبي
يعني لا ينشئ إحراما جديدا زي ما تقدم سابقا. يعني ما أقولش نوية الإحرام بالعمرة، الحرام الأول هو ماضي لكن يخرج إلى الحل ويلبي هناك ويرجع بنية أنه يريد أن يتحلل بطواف وسعي، وهو طواف وسعي عمرة، لابد أن يفعل ذلك وإلا لا يصح تحلله. نعم، انتهى الوقت شيخ، بارك الله فيك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا.